مشاهدينا، وحول افتتاح كأس العالم لكرة القدم بنسختها 22 ينضم معنا عبر الهاتف اللاعب العراقي الدولي السابق السيد جبار هاشم. بداية مرحبا بك كابتن جبار، كيف رأيت الاحتفال بافتتاح وإقامة كأس العالم وهو يقام على أرض عربية وهي قطر؟ حياك الله عزيزي وحيا قناتكم الكريمة والسادة المشاهدين. أهلا بك. حقيقة يعني هي كرة القدم أصبحت رسالة وثقافة لكثير من الشعوب، وقطر الآن قفزت قفزة يعني غير طبيعية من خلال إقامة بطولة بهذا المستوى الكبير وحدث كبير كأس العالم. يعني بعض الأحيان تتجند له بلدان، يعني ليست بلد واحد، بلدان في سبيل استضافة هكذا بطولات. يعني قطر حقيقة اثبتت علو كعبها بإقامة بطولة كبيرة وإقامة منشآت بشكل يعني مبدع، وبالتالي ينقص صورة عن العالم، خلينا نقول القطري، الدولة القطرية والعالم العربي، أنه قادرين على تنظيم هكذا بطولات بهذا الحدث الكبير وتجميع نجوم العالم على مستوى نجوم سابقين وعلى مستوى منتخبات. يعني اعتقد انه هذه يعني حدث يعني سوف يبقى في ذاكره التاريخ لفتره طويله طبعا. طيب كابتن، ما هي الاثار الايجابيه لهذا الحدث الكبير على الشان الرياضي العربي، خصوصا وانت تعلم الشعوب العربيه تتمنى ان تحتضن هكذا يعني مهرجانات لكاس العالم؟ يعني اولا كثير من الدول تجهل يعني الشرق الاوسط او الدول العربيه، تنظر لها نظره يعني دون المستوى المطلوب، لكنه من خلال اقامه هذا الحدث بهذه التقنيات الحديثه والتكنولوجيا، انت صوره انه بامكان العالم العربي والدول العربيه احتضان بطولات واقامه دورات على مستوى عالي، واللي هي طبعا هي تعتبر البطوله الاعلى قاريا هي كاس العالم. نعم. بهذا الشكل يعني الجديد، وهي تعطيك يعني اولا راح تصعد من اسهم الدول العربيه وبالخصوص دوله قطر من الناحيه الرياضيه والثقافيه، وكذلك المردود المالي اللي راح تكتسبه قطر. صح قطر صرفت 200 مليار تقريبا، لكن المردودات الماليه والمردودات الاخرى سوف تعوض قطر سواء على مردود مالي او على مستوى ثقافي ورياضي. وتنطي صوره للعالم انه هذا البلد الصغير له دور كبير في يوم من الايام بإقامة بطولات كبيره مثل هكذا بطولات كأس العالم. طيب فيعني حقيقه وراح قطر تجني ثمار كثيره نتيجه إقامة البطولة كأس العالم. يعني انا من خلال لقاء رئيس الاتحاد رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه قال احنا نتمنى في فتره من الفترات ان تستضيف قطر الاولمبياد. شوف يعني بدت بعد ما شاهدوا التكنولوجيا وشاهدوا هذا التطور وهذه القفزه بدت تهافت يعني المؤسسات الرياضيه على هذه الدوله لكي يعني تحتضن بطولات ويكون يعني هذه البطولات مستوى عالي. هذا مردود يعني ايجابي لهذه الدوله ولحكومه هذه الدوله، ونتمنى احنا كعراقيين ايضا ان شاء الله نوفق في استضافه بطوله الخليج حتى ننتج صوره. طيب. عن بلدنا وعن وضعنا انه العراق بلد امن قادر على اقامه بطولات واحتضان بطولات بمستوى يعني ليست بالقليل. طيب يعني كابتن، اين نحن مما يجري من تقدم؟ ما الذي ينقصنا خاصه وان الرياضه في العراق لا تختلف كثيرا عن سواها من تراجع؟ شوف احنا نمتلك امكانيات، لكن للاسف الشديد يعني التسويق هذه الامكانيات ليس بالمستوى المطلوب. اولا يجب ان يكون هناك اهتمام حكومي. يعني دوله قطر من سوت قفزه في عمليه في الرياضه، كان هناك توجه حكومي من امير قطر وتكليف شخص اللي هو الشيخ جاسم بن حمد ال ثاني، هو اخو الامير، بان يتولى ملف الرياضه في قطر على مستوى جميع الاصعده، وخصصت اموال لهذا الامر. احنا مشكلتنا لا زلنا نعاني من كثير من الامور، لا زلنا بعض الملاعب غير يعني جاهزه، نعم هناك ملاعب لكنه تنقصنا كثير من الامور، نحتاج حقيقه وقفه. نحتاج انه هذا قرار دوله، هناك تجنيد اموال خاصه ومراقبه هذه الاموال باقامه بنى تحتيه قويه، دعم الانديه، رد الانديه، الانديه العراقيه تعاني من الديون كثيرا، وما زالنا نعمل بطريقه المؤسسات يعني التي تتصدق على الانديه.
لازم تكون الأندية العراقية لها وجهة مادية، يعني خلينا نقول تصرف لها أموال من قبل مؤسسات، وتبقى هاي الأموال موجودة وتصرف بمراقبة هذه المؤسسة، وهكذا تصبح نهضة حقيقة، نهضة في كرة القدم، يصبح عندنا الاحتراف بشكل حقيقي مثل ما لدى قطر والسعودية وهذه الدول التي تأهل إلى كأس العالم، حتى بالتالي عندما نحتضن بطولة أو نحاول أن نصل إلى كأس العالم لدينا المقومات ولدينا القاعدة التي ننطلق منها. أما إذا ما زلنا نعمل بهذه الطريقة اذهب أنت وربك يا موسى فقاتل، لأن هنا قاعدون كل من يعني لاعب ينتظر الاتحاد يخطئ وهذا ينتظر الوزارة يخطئ، هذا مو عمل. نعم يعني يجب أن يكون توحيد وتوجه كامل حتى من قبل الإعلام. يعني واضح. الكابتن جبار هاشم اللاعب العراقي الدولي السابق، شكرا جزيلا لك.